السادة المشاهدين، أهلا بحضراتكم في الصالون الطبي، ومعاكم طبيب العيلة دكتور مجدي طلعت استشاري أمراض الكلى. النهاردة هنتكلم عن موضوع قد يكون من أهم أسباب الصداع اللي احنا كتير أو ما بنشتكي بكلمة صداع، قد يكون أحد أسباب الضغط المنخفض. وهنقول إزاي قد يكون بنشتكي بضيق تنفس ونقعد نتعالج من صدرية، لكن احنا بنتكلم عن الجيوب الأنفية. هي عندنا في مصر بس كتيرة ولا في العالم كله؟ وإيه الأسباب وإيه الأعراض؟ وإمتى أروح دكتور الأنف والأذن؟ وإمتى أروح لدكتور الأمراض الصدرية؟ النهاردة هنعرف الكلام ده كله، ومعانا ضيوفنا الجمال النهاردة دكتور شريف خفاجي، أهلا بحضرتك دكتور شريف، استشاري أمراض الصدرية، ودكتور صلاح عاشور استشاري أمراض الأنف والأذن. أهلا بحضرتك دكتور صلاح. نبدأ النهاردة عشان قصتنا أنف وأذن، نبدأ دكتور صلاح، ايه حكايه الجيوب الانفيه المنتشره عندنا في مصر؟ هل في مصر بس ولا في الدنيا كلها؟ وايه ما يعني مدى انتشارها؟ اصل احنا حاسينها كتير، هل ده صح ولا دي احاسيس عندنا؟ هي كتير بس بتختلف من كتر لكتر، وفي نوعيه الالتهابات ونوعيه الحساسيه اللي موجوده ونوعيه الايه الاعراض. يعني مثلا في دولة عندنا مثلا في مصر السنيزنج العطس كتير نتيجة لشوية حساسية، عندنا حساسية كتير. راينيتس الاتشينج نتيجة لاتشينج في النوز، اتشينج في الاي، دي كلها من ضمن حاجات الأعراض بتاع الجيوب الأنفية. النيزل اوبستراكشن، الأنف يجي زكام باستمرار نتيجة ل تغيير الاجواء، الجو سخن بارد، درجه الحراره، نسبه الاتربه العاليه، كل ده بيأثر في النوز. نيجي مثلا دول زي دول الخليج الدراينس اكتر، جفاف الانف اكتر نتيجه لاستعمال المكيفات والاجواء الحاره، ده بيأثر على الغشاء المخاطي بتاع الانف، يدي نوع من انواع الايه الدراينس، الانف جافه، فممكن تصل الى ان هو يجي له ستاكسس نزيف بسيط كده، او اثناء العطس يجي له مخاط معرق بدم جفاف شديد. نضطر ده علاجه يختلف عن علاجنا احنا في مصر. افهم كده ان احنا في مصر ما عندناش مكيفات؟ عندنا بس الاجواء بتاعتنا احسن وما بنستعملش مكيفات كتير، يعني احنا عندنا الاجواء هناك بتستعمل مكيفات بافراط في البيت والسياره وفي العمل، يصل يكون في الاماكن العامه كمان. الجو العام هناك حراره عاليه جدا وجاف، فيحصل نوع من انواع الاختلاف ده كله يعمل اثر على الانف بجفاف للانف، فيبتدي يشتكي من جفاف الانف، وسهل جدا علاجه، نتفادى بس نخلي خير الامور الوسط بالنسبه للمكيف. يعني المريض هيجي الدكتور صلاح يشتكي بايه؟ في حاجه بتحرقني كده، ماشي، في عطس، ما فيش مخاط، اللي ما عنديش مخاط خالص، ما بشمش كويس، في سكريشن كتير، مخاط تخين مش قادر اطلعه، لان نتيجه ان قله الميه، ما بشربش ميه كتير، والاقوى مذيب طبيعي للبلغم هو الميه، بتفيدنا كتير قوي بالنسبه للانف، اقوى مذيب للبلغم الميه، وبالنسبه لتريح المعده وتريح الصدر والاخره، فبتريح لنا الجيوب الانفيه، نشرب كميه ميه محترمه. المريض بيجي مشخص نفسه ولا بيجي متشخص عند دكتور باطنه ويجي لدكتور صلاح؟ هو اللي بيشخص عند دكتور، يعني مثلا دكتور الاخصائي الباطنه مثلا يبعته على اساس ايه حاجه خاصه لوكال للانف، فنبتدي نفحص الانف والاخر بتاعه ونبعت له التقرير، او اذا كان حاجه تبعنا هتخش مثلا في عمليه والاخره بنكتب له اللازم ونعمل له الفحوصات اللازمه والاخره.
لكن شكوى ضيقه التنفس مش موجوده؟ ضيقه التنفس مع النزل اوبستراكشن، مع ان هو عنده زكام فلازم مش قادر ياخد نفسه، مش متعود ياخد نفسه من الفم، فيجي ضيق التنفس. ممكن يكون في حاجه كمان في الصدر، ممكن يكون لوحدها. بنشوفها في الشتاء كتير عندنا في النزل اوبستراكشن في الاطفال كتير قوي، مش قادر ياخد نفسه لان الانف مقفوله. ممكن لو سمعنا الصدر او اخره او راح عند نبعته لاستشاري الصدر هيقول الصدر فري، يبقى ده نوز بس. عند اذا كان فيها ادنويد لحميه بتعمل لنا مشكله كبيره وبتعمل لنا مشاكل في الصدر كتيره، ممكن تجيب لنا التهابات صدريه باستمرار، تعمل التهابات صدريه ايوه كتير. نسال دكتور شريف بقى، بمناسبه الجيوب الانفيه، في مريض بيجي لدكتور شريف يقول انا عندي ضيق تنفس، وبعدين يكتشف دكتور شريف ان هو مش قصه صدر، هي جيوب انفيه؟ في طبعا تلاقي الصدر فيه خالص وهو مناخيره مسدوده وبيتنفس من بقه، فهي لو حل مشكله الانف الصدر هيبقى كويس قوي، بس هي غالبا حساسيه الانف مع حساسيه صدر في 70% مثلا من الحالات، وغالبا حساسيه الصدر مع حساسيه انف، فلازم العيان بتاع الصدر ابعته الانف واذن يبص عليه، وغالبا بتاع الانف واذن بيبعته الصدر يبص عليه، لانها حاسي هو غشاء مخاطي واحد، الجهاز التنفسي بادئ من الانف نازل لحد الصدر وطالع من الصدر لحد الانف نفس الغشاء المخاطي، فكده ولا كده لو بدات في الانف هتنزل على الصدر، ولو جت في الصدر هتطلع الانف، فغالبا هو العيان غالبا عنده الاثنين. الاثنين. بنتكلم بالمره على الجهاز الهضمي، هل في علاقه بين الجيوب الانفيه والجهاز الهضمي؟ الارتجاع حساسيتك صدريه بس الجهاز الهضمي ليه دور حتى في الصدريه. الارتجاع بتاع الحامض بتاع المعده لو وصل لتلت المريء بيبقى فيه ريفلكس يقفل الصدر، ولو وصل لفوق قرب الحنجره بيعمل التهابات في الحنجره وبيقفل الصدر وبيبوظ الدنيا خالص. فطبعا لا، الجرد او الارتجاع مشاكله على الحنجره ومشاكله على الصدر. لا ما يا دكتور شريف، مريض الجهاز الهضمي بيجي لدكتور شريف ومريض الانف واذن بيجي لدكتور شريف، يعني هو الموضوع ليه ارتباط. احنا بالنسبه للبطنه ممكن المريض يجي لنا الجيوب الانفيه يبقى قصته صداع، ياخد مسكن كمان للصداع، افراز الانف، يتعب المعده. احيانا المريض يجي مجرد ضغط واطي ضغط واطي ضغط واطي، يمكن بنشوفها احنا دكاتره البطنه شويه، كلمه ضغط واطي بنقول ده التهاب في المعده، عمل تنبيه للعصب الحائر وهبوط، احنا بنقول ده احتمال كبير يكون ده السبب. فالموضوع جيوب الانفيه بيعمل مشاكل كتير مش على قد جيوب انفيه. نرجع لدكتور صلاح، في اعراض تاني المريض بيجي يشتكي بيها بالنسبه للجيوب الانفيه؟ يعني بيجي في اعراض تاني بيجي بيها؟ من اللي حضرتك ذكرته دلوقتي اللي هي التهابات المعده والتهابات فم المعده عن طريق ارتجاع الحامض اللي ذكره الدكتور، بيسبب لنا جاستريك ريفلكس، يعني ارتجاع مريء، سبب لنا التهابات في الحلق والحنجره مزمن، وتهيج في الاغشيه المخاطيه، فبيزود الافرازات اللي نازله على الصدر واللي نازله ونقدر نبلعها تاني، ف وسبب لنا مشاكل في الجيوب الانفيه تاني، والمريض يبقى حائر ما بين البطنه وما بين الانف وما بين الصدر، ويطلع في الاخر ان هو سببه ان الحامض بتاع المعده او التهابات المعده هي اللي سببت الموضوع دوت، نتيجه التهابات مزمنه في الحلق، تعمل التهابات مزمنه في الحلق وفي الحنجره، تصل الى تغيير الصوت. تغيير الصوت يجي يقول لك انا مشتكي من صوتي بيقطع، صوتي بيغير، في بحه، في احتقان، حضرتك في الاسباب، صعوبه في البلع، في الاسباب، كل ده ممكن يكون جسر اوكسيد. في الاسباب في الدول الخليجيه قلنا جفاف الانف، ايه الاسباب عندنا هنا في مصر؟ انا اذكر العشاء وبنصح كل مريضيني وكل مرضايا بانهم يتعشوا بدري وعشاء خفيف قد يصل الى حاجات بسيطه قوي، ممكن خيار، خس، جزر، فاكهه، علبه زبادي، شويه لبن رايب، فاكهه، كفايه قوي. واوعى يتعشى خالص. العشاء ده يسبب لي مشاكل كتير قوي قوي، يسبب لي كتمه في النفس وتهيج في الحسيه، حسيه الصدر، يسبب لي التهابات جيوب انفيه، التهابات حلق باستمرار، التهابات حنجره، ويصحى الصبح ملوش نفس الاكل، يقعد لغايه الظهر او العصر يقول لك بعد كده هبقى اكل، وده غير صحي. وجبه العشاء حضرتك الدسمه بتحول كلها لدهون، الجسم ما يستفيدش منها، تحول لدهون،
وبعدين بعد كده يجي بقى امراض قلب، امراض شرايين، تخمه، سمنه، كل ده بسبب العشاء اللي هو بيسبب لي مشاكل كتير قوي. عن طريق بيسبب الجهاز التنفسي والجهاز الايه؟ الانف واذن وحنجره، عن طريق الانف والحلق والاخر. يعني دكتور صلاح مش عايزنا نتعشى. نمنع العشاء. نتعشى قبل ميعاد النوم بفتره اكثر من ثلاث ساعات. وخفيف. خفيف حضرتك، نوعيه تدي بلق للمعده، تملى المعده وما تسببش مشاكل لا حموضه ولا اخر. دكتور شريف. ممكن نتفادى. دكتور شريف، ايه اسباب تاني ممكن تعمل الجيوب الانفيه والصدريه بما انهم مرتبطين؟ هما الاسباب في الاثنين هتبقى واحده، الغبار، حشره الفراش، الفطريات اللي في الجو، التلوث، مصانع الاسمنت، الحيوانات الاليفه المتربيه في البيت، والطيور، عصافير، نزلات البرد ليها، نزلات البرد الفيروسيه بالذات بتبقى كتيره قوي، وبتهيج الاثنين الانف والصدر بطريقه متتاليه. ان يبقى في مشاكل في الانف وما تتعالجش، يعني الموضوع يتهمل، بيبدا ينزل على الصدر، وبتبقى لو العمليه بتكبر قوي، ان الام تلاقي ابنها بيتنفس من بقه وما تتحركش، تسيبه لحد ما يبدا صدره يهيج قوي. لعب الرياضه بعنف، دي من الحاجات اللي بتهيج الصدر. البكاء او الضحك، الانفعالات النفسيه، يعني لو الام لقت العيل بعد ما بيضحك بيكح، فلازم تشك ان في حساسيه، ده مش طبيعي. دكتور شريف بيدعو للاعتدال في كل حاجه، في كل حاجه. طب تنصح بايه وقايه؟ في حاجات مش هتعرف تعمل لها حاجه، زي الطقس والتلوث، مش هتعرف تمشي بكمامه، انما تقدر في البيت حشرة الفراش، يبدا تنظيف البيت، يبقى تنظيف الوسائد، الكسوه بتاعتها والملايات تتغسل مره كل اسبوع مثلا، شيل السجاجيد وتنظيفها، الاماكن اللي ما وصلهاش حد، فوق ادلبه، فوق نجف، تتمسح كويس، عشان دي حشرة الفراش بتبقى قاعده فيها. يبقى ما فيش تربيه حيوانات اليفه في البيت، ولا عصافير، ولا قطط، ماشي، لكن الكلاب ما كل كله عشان الوبر والريش. بس نضيف حاجه صغيره كده، لازم نكوي الستاير. الستاره ممكن تبقى موجوده على الحيطه ست سبع شهور، ما بتتغسلش، يعني تتغسلش غير مثلا بالموسم، فلازم تتكوي، تتغسل باستمرار دوري، وتتكوي كمان زي ما ذكر الجساده، انها تتغير باستمرار وتتكوي. الستاره ستاير. الفلاتر المكيفات مهم قوي انها تتنظف باستمرار، فلتر المكيف. عشان بيعمل لنا فطريات، وبعدين بيجيب لنا حساسيه انف وصدر. بتبتدي من الانف، وبعدين بتبتدي بالصدر بعد كده. اتفضل اتفضل كمان. نضيف حاجه صغيره بالنسبه للطفل، المشكله الطفل اللي هو بتنفس من الفم، بنذكر الناس باللحميه. الطفل الصغير ممكن يتولد بلحميه كبيره، او من كتر الالتهابات يجيله لحميه كتير، بتسبب له مشاكل في الصدر، يعني التهابات في الصدر باستمرار تصل الى صدر مزمن، لما يكبر يحس بيه، وبسبب لنا التهابات اذن وسطى باستمرار، فتاثر لنا على الحواس والسمع، حاسه الشم ذات نفسيه بتاثر. يبقى طفل صغير متاثر بحاسه الشم، حاسه السمع، الصدر، المناعه بتاعته تقل، كل ده من الاهمال للغضاريف، اهمال اللحميه او الام. الاهمال اللحميه. الام مثلا هنرجع لدكتور صلاح تقول لنا حكايه اللحميه وعلاجها ايه، وامتى يبقى فيه تدخل جراحي. نرجع لدكتور شريف، احنا قلنا الوقايه كذا وكذا وكذا وكذا. طب في حسيت انف وعامله لي حسيت صدر، عايزين بقى نتكلم عن العلاج البسيط، يعني احنا مش هنتكلم عن ادويه، لكن ايه العلاج بقى بتاع الحساسيه الوقاية اكتر منه كمان دوائي؟ الوقايه من امراض البرد دي اهم حاجه عندي، يعني الام تخلي بالها من ادوار البرد، وتغيير درجات الحراره المفاجئ خاصه في الشتاء. اليوم اللي فيه اتربه فيه 50، العيل ما ينزلش من البيت ايا كان بقى اللي وراه، يعني يا اما لو نزل هينزل بحاجه مبلوله يحطها على الانف، بحيث ما يستنشقش الغبار ده. بيبقى مليان فطريات ومليان بكتيريا بهدله، يعني هتتعب. الحاجه الثانيه ان انا اتعالج بسرعه،
ما اخرش العلاج. يعني موضوع اللحميه كذا مره بعتها الدكتور انفوزه لما يكبر. ايه لما يكبر يعني؟ طب ما هو لما يكبر صدره هيكون باظ. رفض البخاخات، رفض الانهيلر من الاهالي حاجه في مصر يعني غريبه جدا. بتواجهنا كتير يقول لك بخاخه ده كده. واه وهياخد بخاخه يبقى مش هيبطلها. بالظبط، هتعود عليها. طب ما ده العلاج بتاعك يعني، هو ده العلاج، بدل ما تاخد ادويه مؤذيه بتمشي في الجسم كله تبقى حاجه موضعيه على قد كل العلاجات بالمايكرو جرام، والمايكرو جرام 1 على 10000 من الميلي جرام. فالكورتيكوسترويدز هنا ما لهاش اعراض جانبيه، بتشتغل موضعي. فالعيل لو اخذها سنين ما مش هيبقى فيه اثر يعني. وكلمه كورتيزون اللي سيادتك قلتها برضو دي قصه ثانيه. يقول لك كورتيزون، هما في هاجس من الكورتيزون، ما هو استخدامه، انما مش الكورتيزون نفسه. الكورتيزون نفسه علاج، انما استخدامه ازاي هو ده المهم. كان دكتور صلاح قال ان الميه مذيب للبلغم. ميه ايه بقى، متلجه ولا ميه سخنه؟ عشان احنا بنسمع كلمه ميه سخنه وليمونه وحاجات كده، ايه عايزين نعرف بقى الكلام ده اخباره ايه. هي لا، هي الميه البارده افضل صيف وشتاء. البارده افضل صيف وشتاء، وبتحفز الجهاز المناعي بتاع الجسم انه يشتغل اكتر. والميه عموما هي مذيب بلغم ومذيب للمخاط كمان اللي في الانف، فهي الميه مفيده جدا. وطبعا غسيل الكلى طبعا دي. ننسى كلمه الميه السخنه دي خالص. لا، ما انا مش شايف ان لها، بس بارده مش مثلجه. لا لا مش مثلجه، بس ميه يعني يا اما ميه حنفيه يا اما ميه مبرده طبعاً. يعني تمام، مش مثلجه. نتكلم بقى في العلاج، وامتى يبقى جراحي دكتور صلاح بيه؟ بالنسبه لل الدكتور ذكر السن، ان احنا ما بنقول للطفل مثلا سنتين ثلاثه يعمل لحميه، بيبقى فيه طبعا رد فعل من الاهل رفض. دلوقتي اللحميه ما لهاش علاقه بالالتهابات اللوز خالص. لو وانس ان احنا اكتشفنا لحميه وشخصنا لحميه وهي السبب في المشاكل دي كلها، ما بين التهابات الصدر وحساسيه الصدر والتهابات الحلق المتكرره والتهابات الودن المتكرره الاذن الوسطى، لازم اعمل لحميه واسيب اللوز بصرف النظر عن ان لازم اعمل لحميه. كلمه لازم احمل في سن قد ايه؟ مالهاش سن يعني، بفضل الله سبحانه وتعالى عملنا 3 اشهر، عملنا 9 اشهر وسنه ونص، يعني عملنا السن الصغير. وانس انها اكتشفت ان هي دي السبب. لما نكتشف ان ده السبب مش اي لحميه، تقول لها كل الفحوصات بتاعتها ويصل الى اشعه مقطعيه وتبقى واضحه ان في لحميه، وواضحه ان هو ده السبب، وعنده نيزل اوبستراكشن، مناخيره مقفوله خالص، بيتنفس من بقه. وطبعا النوز دي سبحان الله ده كلير، بتفلتر الهواء قبل ما يخش للصدر، تكييف، بتحميل بتحميل الصدر، بزائد التكييف، بزائد حاسه الشم، حاسه المزاج، ان انا بشم الاكل الاول عشان نستطعم، عشان نستطعم. فما خسرهاش، وما خسرش الطفل ان هو يطلع عنده ذوق يعني تذوق، لان التذوق الشم بيجي قبل التذوق. ملهاش علاج دوائي، بس كلمه جراحه مخيفه شويه. فالله في حضرتك جراحات متقدمه، يعني تقدمت الجراحه على مستوى العالم وخاصه في مصر كمان. يعني برضه عايز تقول مفيش فايده جراحه المناظير يعني. وجراحات المناظير بالنسبه للحميه يا فندم مفيش، لازم اعملها. لكن اللوز ممكن اسيبها خالص. استاذه اتصال استاذه هاله، اتفضلي استاذه هاله، لما يرجع الاتصال هنرجع لها. دكاتره الانف واذن بيخافوا من الريكرنت، فعشان كده بيأخر. لسه هسال السؤال ده، كل ما نشيل اللحميه يقولوا دي بترجع تاني، نعملها تاني ليها نسبه 30%. نعملها تاني، انما ما سيبوش مره وتاني، ما سيبوش حالته تتدهور، عشان انا خايفه لا يحصل لها ريكرنت. ريكرنت اشيلها تاني، دي كحتايه. يعني انها ترجع تاني 30%. في أكثر مش 100% يعني. لا 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 تتعمل تاني، هو بسيط، ما فيهاش مشكله ان احنا نعملها. عمليه سهله مش عمليه صعبه. لو فرض جاله التهابات لوز بعد كده واحب اشيل اللوز، بكحت اللحميه تاني، ببص لها الاول، لو في ريمننت اشيلها. بعد طبعا ظهور الليزر بقت الريكرنت اقل. بعد ظهور جهاز الكرايو كوبليشن، كل دي اجهزه ظهرت ان انا اشيل بيها اللحميه واكويها بذات نفسها، فممكن ما ترجعش تاني خالص. استاذه هاله رجعت معانا نسمع سؤالها. استاذه هاله اتفضلي. الو، مساء الخير. مساء النور، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. انا كنت بس بستاذن حضرتك، انا عندي ابني عنده 6 سنين، مشكلته ان هو بيجي يعني طول النهار بيلعب عادي ومفيش مشكله، لكن لما بيجي على بالليل بيبتدي بيجي له رشح كتير قوي،
وبيبتدي نفسه بيبقى ما بيعرفش ينام، بحاول احط له مخدات عاليه شويه عشان يحاول ينام، ما بيقدرش. بالاضافه ان هو اول ما بيصحى من النوم بيبتدي يعطس كتير جدا، يعني كذا عطسه ورا بعض. فانا مش عارفه هل دي مشكله انف واذن وحنجره ولا صدر. طب دكتور شريف هيرد على سيادتك الاول، وهو لو عايز دكتور صلاح يكمل رد هيتفضل. لا، هي المشكله هنا في الاثنين، هنا انف واذن وصدر. ده عنده حساسيه في الانف وعنده حساسيه في الصدر. الفتره بتاعه بالليل من 12 لحد 5 الصبح الغده الكظريه بيكون افرازها في الكورتيزون قليل، ودايما مشاكل الحساسيه بتبان في الفتره من 12 بالليل لحد 5 6 الصبح، لحد ما الغده الكظريه تدفع كميه الكورتيزون اللي بتدفعها الصبح، فالعيان يروق يبدا بقى ينام بقى وش الصبح. فمشينا على بخاخات كورتيكوسترويد للانف وللصدر هريحه جدا، يعني لازم يتابع مع الاثنين، عيان صدر وعيان انف واذن، ان شاء الله يبقى كويس. دكتور صلاح تحب تضيف ايه؟ البخاخات دلوقتي في تقدم كبير جدا في التكنيك بتاعها، لدرجه ان انا ممكن استعملها سن سنتين، في دراسات ممكن استعملها من سن سنتين، كانت اخر دراسات 4 سنين. بعد كده استاذ نسيتك دكتور، هنطلع فاصل بسيط ونرجع نكمل كلام. فاصل ونعود. عدنا ومع حضراتكم معانا دكتور شريف ودكتور صلاح. كان دكتور صلاح بيتكلم عن السؤال بتاع الاستاذه هاله، ولا كنا بنتكلم عن الجراحه بتاعه الجيوب الانفيه؟ لا، احنا نطمن الناس ان احنا ما يخافوش من الجراحات، والحمد لله في جراحات متقدمه دلوقتي وجراحات المناظير، وعندنا جمعيه عالميه مصريه لاطباء الانف واذن، وصلنا للعالميه في الانف واذن في جميع جراحات الانف واذن. و يعني ما عادش حد يتعالج بره مصر دلوقتي كانف واذن؟ اعتقد لا. لا اعتقد لا، انف واذن بالذات يعني اعتقد. طب واحنا بالنسبه للكلى، زرع الكلى موجود هنا دي هي برضه مصر متقدمه في حاجات كتير، بس احنا لسه لله عندنا كلمه الاجنبي دي، لكن هنتصلح. لا طبعا، هو الناس سبحان الله عندها وعي دلوقتي وعارفه مصلحتها كويس، و ابتدت النت والمعلومات اللي هي بتيجي بتقراها، بدليل مريض يجي يناقشني في مرضه وصحح له المعلومه او يصحح لي المعلومه وهكذا، فابتدى يبقى في تفاعل ما بيننا وبين المريض في مرضه ذات نفسه، هو انسان مريض واعي والاخر. مجرد ما نقول له طرق العلاج حتى لو وصلنا للعمليه او مناظير او الاخره، بيبتدي يوافق ويبتدي يعني ما يخافش من الجراحه، ما يخافش من الجراحه، ما يخافش من البخاخات اللي الناس يعني امنه يعني. البخاخه ذات نفسها بمعدل معلقه فينادون مثلا، كميه البخاخه ذات نفسها كلها ال 100 بخه او ال 120 بمقامه معلقه دواء فينادون. ف يعني كلام لا يوصف، موضوعي جدا جدا جدا، يعني التكنيك بتاعها انها لا تتعدى المخاط الانف. بمناسبه البخاخه يا دكتور شريف، اولا كلمه بخاخه لوحدها هاجس، والكورتيزون ده موضوع تاني، وكلمه الفطريات اللي ممكن تحصل مع استخدام الكورتيزون، فاحنا مش عايزين نخوف الناس من البخاخه والكورتيزون، نقول لهم ايه؟ المضمضه بعد البخاخه مهمه قوي، دي ما بتخليش فيه فطريات في البق. جرعات البخاخه بالمايكرو جرام، والمايكرو جرام 1/10000 من الملي جرام، جرعات صغيره جدا. بتشتغل موضعي سواء على الانف او سواء على الشعب الهوائيه، ملهاش اعراض جانبيه تذكر، ومهمه جدا لمرضى حساسيه الانف، ومهمه جدا لمرضى حساسيه الصدر. وفي كمان لعب الرياضه اكسرسايز اندوسد ازمه بيهيج الصدر. بالنسبه للاطفال بقول لهم العبوا رياضه، بس خد البخاخه قبل لعب الرياضه. بقول لدكاتره النساء اثناء الحمل البخاخات امنه جدا، وتتاخد اثناء الحمل بصوره امنه، وما تخافش منها لا على البيبي ولا على الام. بنتكلم برضو على الرطوبه، ان الرطوبه العاليه او الجفاف ده بيهيج حساسيه الصدر وبيهيج حساسيه الانف، فالرطوبه المتوسطه كويسه قوي. ويا ريت بقى في شهر 9 كله يطعم ضد الفيروسات الموسميه دي، بتقلل كتير قوي من تكرار ادوار البرد، وده هيقلل من حساسيه الانف ومن حساسيه شهر 9 قبل دخول فصل الشتاء. قبل دخول فصل الشتاء، لانها بتاخد حوالي شهر او 45 يوم لحد ما تبدا تدي مناعه كويسه.
يبقى دكتور شريف بينصح بالتطعيم في شهر 9، اصل احنا دايما نفتكره في دخله الشتاء وناخد بقى ادوار البرد. عيانين الحساسيه والعيانين السكر، عيانين الكبد، الكبار في السن، الناس اللي انا خايف ان مناعتهم تبقى قليله، دول مهم قوي ان هم يطعموا بحيث ما يحصل لهمش اي انتكاسه من فيروس فهيبهدل الدنيا. تطعيم، ما نخافش من الكورتيزون، ما نخافش من البخاخه، كمان ما نخافش من الجراحات. عايزين رساله صغيره عن الجراحات وايه تاني ممكن نعمله كجراحه غير اللحميه. في جراحات المناظير دلوقتي بالنسبه للانف، التهابات الجيوب الانفيه المزمنه اللي هي بتؤدي الى لو في حساسيه وزوايد لحميه في الانف تتشال بالمنظار، ولازم المريض ده يعني نصيحه كده ان المريض الانف اللي سواء عمل عمليه او ما عملش عمليه يتابع عند الدكتور، لازم يتابع عند الدكتور، يعني تصل الى 6 أشهر سنتين ثلاثه حسب الجراحه اللي عشان الفطريات اللي هي بنسبه عاليه قوي او في التهابات الانف بترجع بشكل اشد واعنف، فما تكون حضرتك متابع عند الدكتور، الدكتور يقدر يتصرف في الوقت المناسب ان هي يقدر يتحكم فيها عن طريق يا العلاج يا المنظار يا عن طريق الكشف في العياده، التشفيط باستمرار والتنظيف باستمرار. مجرد ما يشوف حاجه غريبه او حاجه نامت تاني بسرعه يقدر يلحقها، لان في مرضى كتير قوي بتعمل عمليه الانف وتقول لك انا خلاص كده، ونشوفها بعد سنتين ثلاثه بصراحه وصلت لمرحله شديده جدا وصعب علاجها ساعتها. احنا بنشكر دكتور صلاح عاشور استشاري امراض الانف والاذن، بنشكر دكتور شريف خفاجي استشاري الصدريه، بنشكر حضراتكم على حسن المتابعه، وفي انتظاركم يوم السبت القادم ان شاء الله.